أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. صحيفة الأيام تتحدث عن محافظة يمنية بلا سجون منذ 3 سنوات. من المشاهد: التحالف يضع شروطا تمنع الصحفيين من العودة إلى اليمن. من عدن الغد: مواطن يقطع المياه عن حي كامل في العاصمة المؤقتة عدن. ومن أخبارنا المنوعة: رئيس دولة يستخدم جوازا مزورا للسفر، وإيران تعتقل النساء أثناء مباراة في طهران. أهلا بكم. يتجه اليمن إلى نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى العاصمة الأردنية عمان في ضوء خطة اقتصادية وضعتها اللجنة الرباعية بشأن اليمن، وبهدف توحيد عمل المصرف المركزي المنقسم حاليا ويعنون موقع المصدر أونلاين. اليمن يتجه لتوحيد عمل البنك المركزي ونقل مقره إلى الأردن. وأكدت مصادر مطلعة للمصدر أونلاين أن اللجنة الرباعية الدولية الخاصة باليمن المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات تدفع باتجاه توحيد عمل البنك المركزي اليمني، وضغطت لإقالة المحافظ منصر القعيطي وتعيين محافظ جديد. وبحسب المصادر فإن المحافظ الجديد سيتولى إدارة فرعي البنك المركزي في عدن وصنعاء من مقره في عمان، وتعززت القناعات بنقل مقر البنك إلى الأردن بعد المعارك الأخيرة في عدن والمخاوف من تجدد الصراع المسلح. تابع الموقع: لا يزال البنك المركزي في عدن معطلا إذ تعثر في دفع رواتب موظفي الدولة وتوفير خطوط ائتمان لمستوردي الأغذية والوقود من القطاع الخاص، وبات لا يمارس أي من مهامه سوى طباعة النقود بمعدلات مرتفعة. حظر التحالف العربي على الإعلاميين والصحفيين الدخول إلى اليمن إلا عن طريق العاصمة المؤقتة عدن وفقا للتعليمات التي أصدرتها حكومة الرئيس هادي. وقال العقيد تركي المالكي المتحدث العسكري باسم التحالف العربي أنه يجب على الإعلامي الذي يريد دخول اليمن التقدم بطلب إلى إحدى السفارات بالخارج للحصول على إذن أو تصريح بالدخول للبلاد. ووفقا لموقع المشاهد نت، فقد وضع التحالف شروطا بينها أن تكون محطة الوصول هي العاصمة المؤقتة عدن، وأن لا يستخدم الإعلامي طائرات الأمم المتحدة، وأن تكون وسيلة النقل هي الطائرات المدنية فقط. يتابع الموقع: حذر المالكي من الدخول إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي، ومن يفعل ذلك سواء من المؤسسات أو الأفراد يتحمل مسؤولية نفسه، ولا تتحمل الحكومة اليمنية أو التحالف أي مسؤولية تجاهه، ولا يحق له المطالبة بتعويض عن الأضرار التي قد تصيبه. تمضي الأيام والشهور والأعوام، وآلة التدمير والتخريب لا تنفك تعمل وتتحرك بكل جنون وضراوة وتقتلع أسباب الحياة والاستقرار. هكذا بدأ عبد الصمد شريف مقاله في العربي الجديد مضيفا: مؤكد أن الثورات في الأدبيات السياسية ووفق تاريخ الفكر السياسي الإنساني اندلعت أصلا لتغيير أوضاع مجتمعات وتصحيح أخطاء ووضع حد لمختلف أشكال الظلم والعسف والاستبداد. ولم تأتي هذه الثورات من فراغ، بل تحكمت في تشكلها شروط موضوعية وأسباب متداخلة فيها ما هو سياسي وما هو اجتماعي وما هو اقتصادي وما هو ثقافي. ولكي تجد هذه الثورات طريقها إلى النجاح، كان طبيعيا أن تقودها طليعة ثورية أو نخبة حاملة مشروعاً واضحاً وأهدافاً محددة. وكان المثقفون والمفكرون هم إسمنت هذه الثورات ونواتها الصلبة. وتأسيساً على ذلك، أنتجت الثورة الفرنسية نموذجاً جديداً للحكم وعلاقات تعاقدية بين الحاكم والمحكوم وتشريعات وقوانين ومؤسسات متقدمة. أحدثت انقلاباً جذرياً في مفهوم الحقوق والواجبات، وأرست الشعارات الخالدة حرية، عدالة، مساواة، وهي الشعارات التي تعد عنوان قيم الجمهورية وأساسها.
ولكن عندما نضع الثورات في أكثر من بلد عربي تحت المجهر نصطدم بمعطيات مرعبة، حيث تحولت الثورة إلى زلزال دك العمارة والتجارة والحضارة وبدد البنيات والعلاقات وكل مظاهر الحياة وخلف آلاف القتلى والجرحى والمعطوبين. ويزداد الحال فظاعة بمشاهدة ملايين النازحين من أوطانهم تائهين وتحولوا لاجئين ومشردين ومتسولين، حيث تغيب الكرامة الإنسانية بالمطلق. لماذا حدث كل هذا التجريف والتهديم؟ أين ذهبت جهود عشرات المفكرين والعلماء وقادة الرأي والسياسة منذ حملة نابليون بونابرت على مصر عام 1798؟ الجهود تبذل لتخطي حالة الانحطاط والعجز، لكن وتيرة التحول كانت تتم ببطء وتثاقل. قبل 3 سنوات كان السجن المركزي في لحج مكتظاً ب350 سجيناً، لكن وفجأة اختفوا. أين ذهبوا؟ يقول تقرير كتبه هشام عطيري لصحيفة الأيام، حين كان الحوثيون يتقدمون صوب مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج في إطار حرب شاملة شنوها على المناطق الجنوبية، هرب المحتجزون في السجن المركزي الواقع في منطقة صبر التابعة لمديرية تبن. أما من لم يتمكنوا من الهروب فقد تعرضوا لعمليات قتل وتصفية بعد أن بات السجن خاليا من كل الحراسات على وقع تقدم الحوثيين صوب مناطق المحافظة والتدهور الأمني يومها. يتابع التقرير. تدمير السجن المركزي في محافظة لحج أدى إلى مضاعفة المعاناة والمشاكل لدى الأهالي في المحافظة والسلطة القضائية كذلك، حيث بات السجن المنصور المركزي في مدينة عدن موقع احتجاز العديد من أبناء المحافظة، سواء لقضاء حكم صادر من المحكمة في المحافظة أو في إطار الاعتقال المؤقت للتحقيق في قضية ما من قبل الجهات الأمنية المختصة. يقول مدير سجن لحج عارف العمادي أن سجن صبر المركزي تعرض لتدمير كبير ويحتاج إلى تدخلات كبيرة لإعادة تأهيل البنية التحتية، حيث يتكون السجن من إدارة عامة وعنابر مختلفة للرجال والنساء. تستمر خسائر ميليشيا الحوثي الميدانية والبشرية بشكل كبير في عدد من الجبهات، خصوصا في نهم وفي الساحل الغربي بمحافظة الحديدة. ووفقا لعنوان موقع الصحوانت، فإن مستشفيات حجة تستقبل أكثر من 200 قتيل وجريح من الميليشيات خلال أسبوع واحد. قال الموقع إن مشافي حجة استقبلت أكثر من 200 قتيل وجريح من ميليشيا الحوثي خلال الأسبوع المنصرم، قادمين من جبهات ميدي والساحل الغربي ونهم. وقالت مصادر مطلعة للصحوانت بأن هيئة المستشفى الجمهوري ومستشفيات عبس والمحابشة اكتظت بجثث القتلى وعشرات الجرحى من الميليشيات الانقلابية إثر تلقيهم ضربات موجعة في الجبهات، خاصة ميدي. كما شهدت معظم مديريات المحافظة عمليات تشييع كبيرة لقتلى ميليشيا الحوثي طيلة أيام الأسبوع وسط سخط أهالي المحافظة الذين أغرقتهم سياسات الانقلابيين في وحل الفقر والجوع والأمراض، لتكمل الميليشيا مسلسل القتل لأبنائهم في حروبها العبثية بالجبهات. الماضي يحاكم الحاضر، تحت هذا العنوان كتب مصطفى زين مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية، مضيفا في أجزاء من المقال: من يتأمل قليلا فيما حصل ويحصل في العالم العربي منذ ربيعه يلاحظ أن الماضي الذي صح يحاصر الحاضر ويحاسبه محاسبة تعتمد قوانين من خارج الاجتماع البشري لا تقيم وزنا لأي مسيرة تاريخية ولا تتأثر بالزمان والمكان. أزليتها لا تجادل، والقائمون عليها قضاة محاربون لهم النصر أو القبر، وغالبا ما يكون القبر لغيرهم. النقاش معهم بلغة الحاضر وبمفاهيم لا يستقيم، فلهم لغتهم ومصطلحاتهم الخاصة يستلونها مما قبل التاريخ وما بعده بقليل. حقوق الإنسان لا وجود لها في قواميسهم، فالإنسان عبد. الحريات العامة خاصة بأقلية ضئيلة تفرض سلطتها على الآخرين. الحريات الخاصة خاصة لسلطات عليا تقرر المباح والممنوع. المرأة كائن موجود لخدمة السيد وإذلال العدو بسببها. الديمقراطية دعوة شيطانية. المجتمع وجد لخدمة الدولة. الاقتصاد منظم منذ القدم لا حاجة إلى تجديده. التعليم يكون بالابتعاد عن العلوم لأنها من عمل الشيطان. الطفل ممنوع من الفرح.
يعد لحمل السلاح. العقل مجرد أداة لتمجيد الماضي وزجه في الحاضر لتعطيل أي تقدم. ليس لأنه لم يعد هناك ماء أو ديزل لاستخراجه من باطن الأرض، بل هناك سبب آخر لانقطاع المياه في بعض أحياء العاصمة المؤقتة. ووفقا لموقع عدن الغد، فإن أعمال بسط على الأراضي تسببت بانقطاع المياه عن بعض مديريات عدن. وقال نائب مدير المؤسسة فتح الثقاف لصحيفة عدن الغد إن أعمال بناء وحفريات بالقرب من منطقة كبوتا تسببت بتوقف أعمال الضخ عقب تضرر الأنبوب الرئيسي. وأضاف بالقول أن مواطن حفر الأرض لمد شبكة الصرف الصحي تسبب بقطع المياه عن حي، وأن فرق الصيانة تقوم بإصلاح الأضرار المتعددة في خط 24 بوصة بسبب البناء فوقه وبجانبه، إضافة إلى كسر الأنبوب والحفر المستمر في كل مسار الخط. وأكد أن إعادة ضخ المياه يحتاج إلى أيام للإصلاح وتعبئة الشبكة في ظل نفاذ المخزون الخاص في البيوت واستهلاكه نتيجة عدم انتظام وصول المياه. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية، بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، فابقوا معنا. قال مراسل قناة بلقيس إن قوات الجيش الوطني سيطرت على مواقع جديدة في عدد من الجبهات. الجيش الوطني يحرر عدة مواقع جديدة هنا في سلسلة جبال حام وفي مناطق مختلفة من محافظة الجوف. أهلا بكم من جديد. جولتنا في الصحافة الدولية نبدأها من الصحافة الفرنسية، وتحديدا من صحيفة ليبراسيون الفرنسية، والتي عنونت المملكة العربية السعودية تكافح للخروج من مستنقعها في اليمن. وتقول الصحيفة في ترجمة خاصة بقناة بلقيس أنه بعد سلسلة من عمليات التطهير في الدوائر السياسية والاقتصادية، تنظم المملكة الآن قياداتها العسكرية على أمل استعادة السيطرة على الصراع في اليمن. تضيف الصحيفة: يبدو أن الهدف مزدوج من تطهير في التسلسل الهرمي العسكري السعودي، فقد تم إعلان استبدال كبار القادة العسكريين السعوديين بمن فيهم رئيس الأركان يوم الاثنين بموجب مرسوم ملكي. تتابع الصحيفة الفرنسية: تندرج وحشية القرار ضمن سلسلة الاعتقالات السياسية والدينية والتجارية في المملكة التي بدأها منذ أكثر من عام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لكن وراء هذه التغييرات في جيل الحكم رجل قوي جديد في الرياض يسعى إلى مخرج في اليمن. تضيف ليبراسيون متحدثة عن ولي العهد غارق جدا في الحملة التي أطلقها منذ 3 سنوات مع جاره لدعم السلطة الموالية ضد المتمردين الحوثيين المؤيدين لإيران. وعلى الرغم من قوة عتاده العسكري، إلا أن الجيش السعودي لا يزال غير قادر على إحداث الفرق ومن خلال ضخ دماء جديدة في جيشه مع تشجيع العديد من الضباط على مناصب القيادة، تأمل المملكة العربية السعودية في تحسين أدائها. التعليم في صنعاء لم يعد مجانيا، عنوان بارز ورد في العربي الجديد، والتي قالت إن وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الحوثيين عممت على المدارس الواقعة في مناطق نفوذها أخذ رسوم مالية من جميع التلاميذ الذين يدرسون في المدارس الحكومية للحصول على خدمة التعليم. وقالت الصحيفة إن الإجراء دخل حيز التنفيذ مع بداية النصف الثاني من العام الدراسي، والذي تلزم بموجبه المدارس
أولياء الأمور بدفع رسوم إضافية شهريا في مقابل تعليم أبنائها. وبحسب تعميم الحوثيين الجديد، فرضت الإدارات المدرسية على تلاميذ المرحلة الابتدائية 500 ريال يمني، والمرحلة الإعدادية 1000 ريال، والثانوية 1500. وأكد عدد كبير من التلاميذ عدم استعدادهم دفع أي رسوم إضافية باعتبارها جبايات غير قانونية، فضلا عن الظروف الصعبة التي يعيشونها في ظل تدهور الوضع المعيشي وعدم حصول الموظفين على رواتبهم منذ نحو عامين. وقال أحد التلاميذ للعربي الجديد: إدارة المدرسة هددت التلاميذ الذين رفضوا تسديد الرسوم بإجراءات ستتخذ في حقهم، إلا أن بعض المدرسين رفضوا اتخاذ أي إجراءات ودعوا التلاميذ لعدم تسديد أي رسوم باعتبار ذلك مخالفا للقانون. وتؤكد مصادر تربوية في صنعاء للصحيفة أن تغيب التلاميذ عن المدارس يتسع بشكل يومي بسبب عدم قدرة الآباء على دفع المبالغ المفروضة عليهم من إدارات المدارس. استمرت الحرب الباردة لأربعة عقود، وفي نواحي كثيرة كانت بدايتها ونهايتها في برلين. هكذا بدأ رئيس مجلس العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد هاس مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد مضيفا: الخبر السار هو أن الحرب بقيت باردة لأن الأسلحة النووية فرضت انضباطا لم يكن موجودا خلال منافسات القوى العظمى السابقة، بالإضافة إلى انتصار الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين والآسيويين في الجهود السياسية والاقتصادية والعسكرية المستمرة التي لم يتمكن الاتحاد السوفيتي من التماشي معها في نهاية المطاف. بعد ربع قرن من انتهاء الحرب الباردة، نواجه الآن حربا ثانية مختلفة ومألوفة على حد سواء. لم تعد روسيا قوة عظمى، وإنما هي بلد يبلغ عدد سكانه 145 مليون نسمة، مع اقتصاد يعتمد على سعر النفط والغاز في غياب أيديولوجية سياسية. وعلى الرغم من ذلك، فإنها لا تزال إحدى الدولتين الرئيسيتين اللتين تمتلكان الأسلحة النووية، ولها مقعد دائم في مجلس الأمن، وهي مستعدة لاستخدام قدراتها العسكرية والطاقة والإنترنت لدعم الحلفاء وأضعاف الجيران والخصوم. كان هذا الوضع محتوماً، وكان من المتوقع أن تستهل الحرب الباردة حقبة جديدة من العلاقات الروسية الودية مع الولايات المتحدة وأوروبا. وكان الكثيرون يعتقدون أن روسيا ما بعد الشيوعية سوف تركز على التنمية الاقتصادية والسياسية. وبدأت العلاقات بداية جيدة عندما تعاونت روسيا مع الولايات المتحدة بدلا من العراق في تقويض غزو صدام حسين للكويت. لكن هذا التعاون لم يدم طويلا، وهذه مسألة سيناقشها المؤرخون لعقود قادمة. سوف يلقي بعض المراقبين اللوم على الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين، مع الإشارة إلى نقص الدعم الاقتصادي المقدم إلى روسيا التي تعاني من صراعات عدة، والأكثر من ذلك إلى توسيع حلف شمال الأطلسي الذي من المحتمل أن يحذو حذوها من خلال اعتباره روسيا بمثابة خصم محتمل. رئيس دولة يستخدم جوازا مزورا لزيارة بلدان مختلفة. وفقا للخبر المتداول على نطاق واسع وأوردته صحيفة الشرق الأوسط وعنونت الكشف عن جوازي سفر مزورين استخدمهما زعيم كوريا الشمالية ووالده، قالت مصادر أمنية أوروبية رفيعة أن زعيم كوريا الشمالي كيم يونغ أون ووالده كيم يونغ إل الذي رحل عام 2011 قد استخدما جوازي سفر برازيليين مزورين للحصول على تأشيرات لزيارة دول غربية خلال تسعينيات القرن الماضي. وبحسب المصادر، فإن الزعيم الكوري الحالي قد استخرج جواز سفر باسم جوزيف بواغ ووالده ليونغ تشوي باسم جوازا ليونغ تشوي، مشيرا إلى أنه جرى استخدام الجوازين للحصول على تأشيرتي بلدين على الأقل. ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمني غربي رفيع طلب عدم ذكر اسمه قوله أنهما استخدما جوازي السفر البرازيليين اللذين تظهر عليهما بوضوح صورتهما في محاولة للحصول على تأشيرات من سفارات أجنبية. وتابع المسؤول: يظهر هذا الرغبة في السفر ويشير إلى سعي الأسرة الحاكمة في كوريا الشمالية لبناء طريق للهروب. وقال أربعة مسؤولين أمنيين أوروبيين أن الجوازين ربما تم استخدامهما في السفر إلى البرازيل واليابان وهونغ كونغ.
من بين الأخبار المنوعة الأكثر مطالعة ما جاء في شبكة البي بي سي والتي عنونت: السلطات الإيرانية تعتقل 35 امرأة حاولن حضور مباراة كرة قدم. قالت البي بي سي إن السلطات الإيرانية اعتقلت النساء بعدما حاولن حضور مباراة كرة قدم في ملعب بالعاصمة طهران. تتابع الشبكة: حاولت النساء حضور مباراة فريقي الاستقلال وبيرسيبوليس في طهران، لكن السلطات أعلنت احتجازهن بصورة مؤقتة وقالت أنه سيطلق سراحهن عقب نهاية المباراة. تضيف البي بي سي: وقعت هذه الأحداث أثناء حضور رئيس الفيفا جياني إنفانتينو في ملعب المباراة على هامش زيارته لإيران، وكان بصحبته وزير الرياضة الإيراني مسعود سلطاني. وحاول أحد الصحفيين سؤال وزير الرياضة الإيراني عن موعد السماح للنساء بحضور مباريات كرة القدم، لكن السلطات قطعت البث المباشر ولم تذع إجابة الوزير. الغارديان تنقلنا عبر صورها إلى عوالم مختلفة، عوالم ممتلئة بالدهشة والمفاجأة، لنتابع ما وثقه مصور أشهر الصحف البريطانية يوم أمس. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.